بونسوار، أهلا بكم في قناتي من جديد باك تي في. إذا اليوم تلاميذي الأعزاء سوف نكمل التحولات النووية فيما يخص التاريخ، أهم الأفكار والأسئلة المهمة جدا في هذه الوحدة أو في هذا يعني العنصر بالضبط يعني تاع التاريخ. ولكن دائما وأبدا قبل ما نبدأ في الفيديو ما ننساش نذكركم ونقول لكم ديروا لي أبوني على انستغرام تيعي باك تي في 2021، كذلك تابوني لي في القناة تيعي لتشجيعي وتحفيزي أكثر وأكثر، بالضغط على زر عفوا أبوني وتفعيل الجرس فيوصلكم أي حاجة جديدة أن ننزلها لكم إن شاء الله. طبعا الانستغرام تاعي صوره بحر، فيه نرجع ونعاود نقول ممكن كاينوا الطلبه اول مره يشوفوا هذا الفيديو، اول مره يدخلوا في قناتي يشوفوا هذا الفيديو فممكن ما يعرفوش الانستغرام تاعي واش فيه. نقول لكم الانستغرام تاعي فيه ملخصات لجميع المواد من مواد ثانويه ومواد اساسيه فيما يخص الشعب العلميه. المهم دركا راح نبداو ان شاء الله بهذا الفيديو ونتمنى اكيد التوفيق للجميع. كما راكم تشوفوا انا جبت لكم اسئله مهمه عن التاريخ، طبعا راح نجاوبوا عليها حنايا من الكوتي هذا ونقرا لكم الاسئله طبعا اللي راكم تشوفوا فيها مكتوبه. الاسئله مهمه جدا، فيها حيل لازم نتوما تكونوا فاطنين عليها. وطبعا كما راكم تشوفوا هذا هو الاسئله هي عباره عن فقره ترجمها الاعداد ورموز، يعني انت لازم تكونسونطري مليح كي تعود راح تقراها وتركز مليح جيد جدا. نعم السؤال الاول واش راه يقول؟ اوجد المده الزمنيه بالايام التي يصبح فيها عدد انويه العينه مساويا ربع ما كان عليه في اللحظه صفر. اوجد المده الزمنيه بالايام، انتبهوا الكاميرا. نعم راه باينه. لا جيده. نعم اذا واش قال لي؟ اوجد المده الزمنيه بالايام. ديجا هنايا انا سيبون تي تاعي الزمن تاعي راح يكون بالايام. نعم راح يكون لي بالجوغ. التي يصبح فيها عدد انويه العينه مساويا ربع ما كان عليه في اللحظه صفر، يعني اللحظه صفر هي ان صفر وعدد الانويه العينه يعني واحد على ربعة، يعني ان لي تي عدد الانويه المتبقيه للعينه هذه، عدد التي يصبح فيها ركزوا مليح التي يصبح فيها عدد انويه العينه ان تي يقصد بها عدد انويه العينه اللي هو ان تي مساويا واحد على ربعة ما كان عليه في اللحظه صفر، يعني عدد تي تساوي صفر راح تكون الانويه الابتدائيه ان صفر. وعطالي لندا 5.81 في 10 قوة ناقص 8 سكوند أس ناقص 1. نعم طبعا هذه أنا درتها لكم، قلت لكم هي أنليتي المتبقية. هو واش قال لي؟ قال لي يصبح فيها عدد الأنوية للعين المساوي يعني أنليتي يساوي 1 على 4 ما كان عليه في لحظة تساوي 0. في اللحظة تساوي 0 يعني أن 0 الأنوية الابتدائية، وبالتالي نديرو العلاقة هذه يعني الأنوية المتبقية يساوي واحد على ربعة ان صفر، واحد على ربعة من الأنوية الابتدائية يعني عدد الأنوية العينة ان لي تي يساوي واحد على ربعة ربع ما كان عليه في لحظة تي تساوي صفر اللي هي ما كان عليه في الان صفر الأنوية الابتدائية عند تي تساوي صفر. تقولوا لي كيف عرفتي بلي ان صفر؟ لأنه في اللحظة تي تساوي صفر في اللحظة صفر الأنوية الابتدائية ان صفر، وعدد الانويه العينه ان لي تي المتبقيه الربع واحد على ربعة ترجمت علاقه رياضيه يعني المتبقيه تساوي ربع الابتدائيه. المساله هذه ترجمتها رموز وارقام. نعم درك انا واش الهدف تاعي؟ ايجاد المده الزمنيه تي. عطيت لكم في الملخص قوانين نقدروا نخدموا بالانويه، نقدروا نخدموا بالكوتا، نقدروا نخدموا بالتناقص الاشعاعي اللي هو تاع الان تي تساوي ان صفر في اسيد ناقص لندا في تي، نقدروا نخدموا بالنشاط الاشعاعي اللي هو ا تي تساوي ا صفر في اسيد ناقص لندا في تي، نقدروا نخدموا بكميات الماده ان صفر تساوي ان في اسيد ناقص لندا في تي. قلت لكم حسب التمرين، التمرين اللي رانا فيه حنايا اليوم يهضر لي على الانويه
قانون التناقص الإشعاعي اللي هو ان تي تساوي ان صفر في أسية ناقص لندا في تي. كما راكم تشوفوا معاي اكتبش قانون التناقص الإشعاعي اللي هو ان تي تساوي ان صفر في أسية ناقص لندا في تي، وكتبت انا الترجمة تاع المسألة اللي كنت نقرا فيها قبل اللي هي ان تي هي ربع ما كان عارف الانويه الابتدائيه في ان صفر، يعني ان تي تساوي 1 على 4 ان زيرو. نعم دوك انا نخرج الزمن، اذا انا هادي هاي ان تي نعوضها هنايا. يا اخي قلت لكم الزمن نخرجه من العباره هادي، بما انه خدمني بالانويه حندي القانون هذا بنخرج به الزمن، وبالتالي انا ان تي هي 1 على 4 ان صفر. نحكم كي نلقى الان تي في المعادله هذه عوضها بواحد على ربعة في ان صفر. اذا واش نديرو؟ واحد على ربعة ان صفر تساوي ان صفر في اسية ناقص لندا في تي، هكذا. نعم تروح لي الان صفر هذه مع الان صفر هذه، تقعد لي واحد على اربعة تساوي اسية ناقص لندا في تي. ندخلوا الآلان، آلان واحد على ربعة تساوي به نبين الكم أن أسية ناقص لندا في تي، الآلان والأسية يروحوا مع بعض. آلان أعلى بي نحو الهامش، آلان أعلى بي يساوي آلان أ ناقص بي، هذه آلان واحد على ربعة يعني راح تولي لي ناقص آلان أربعة، ناقص آلان ب هكذا، آلان أعلى ب تساوي آلان أ ناقص آلان ب. هنا راح تكون آلان واحد على ربعة يعني ناقص آلان ربعة، ندير المقلوب تساوي ناقص لندا في تي، تروح الأسية مع الآلان، تي تساوي لي تروح الناقص هذه مع الناقص هذه، آلان أربعة على لندا على لندا. انا راح نعوض دركان، راح نعوض تي تساوي اعطاها مني في التمرين لندا مدهالي والان ربعا بالالة حاسبة 1.38 لندا 5.81 في 10 قوة ناقص 8 تساوي 2.37 في 10 قوة 7 سكوند. نعم ولكن هو كما راكم تشوفوا في التمرين هو قال لي إيجاد التي المدة الزمنية بالأيام، وأنا يا أعزائي الطلبة قلت لكم كيف كنحولوا من السنة حتى للسكوند، نديروا خطوات من السنة للجور ومن الجور للساعة ومن الساعة للدقيقة ومن الدقيقة للثانية. دوك حنا راح نديرو العملية العكسية اللي هي من الثانية للجور. سبعة كي تعود من الثانية للجور نديرو العملية العكسية، كي كنا من السنة حتى للثانية نضربوا في 365 نوصلوا للجور، بعد من الجور للساعة في 24، من الساعة للدقيقة في 60، من الدقيقة للثانية في 60. كنا نراجعوا العكس، من الثانية للدقيقة نقسموا على 60، من الدقيقة للساعة نقسموا على 60، من الساعة للجور نقسموا على 24، وبالتالي النتيجة اللي خرجت لك بالسكوند تقسمها على 24 في 60 في 60، وكي تحسبها بالآلة الحاسبة راح تلقاها. طبعا لازم تتعلموا الحساب بالآلة الحاسبة، اللي عنده إشكالية وما يعرفش يحسب بالآلة الحاسبة لازمو يدرب يسقسي الأسئلة تاعو في القسم، ولا عنده أصدقاء يعرفوا يحسبوا، ولا عنده خواتاتو في الدار يعرفوا يحسبوا إلى آخره، يسقسي واحد يعرف يحسب بالآلة الحاسبة ويعلمو كيف يحسب، يتعلم كيف يحسب الآلة حاسبة، لأنه هذه جد مهمة والنتائج لازم تخرج لك صحيحة في البكالوريا، لأنه كما راكم تشوفوا النتيجة هذه تلقاها في السؤال الأول راح تخدم بها في السؤال الثاني، وهك وهك وهك، يعني الأسئلة مرتبطة مع بعضها البعض، وهذه يعني حاجة مهمة جدا لازم تتعلم تحسب بالكالكولاتريس. نعم أعزائي الطلبة نروحوا للسؤال الثاني،
أوجد المدة الزمنية بالساعات التي يتفكك فيها خمسي، مش خمس، خمسي يعني 2 على 5، مش 1 على 5. كون قال لي خمس راح نقول 1 على 5، قال لي خمسي، مادام قال لي خمسي يعني راح تكون لي 2 على 5. الأنوية نعم فيها خمسي، الأنوية الابتدائية أن صفر، أعطى لي لندا نفس القيمة تاع السؤال اللي كان قبله. طبعا كما قلت لكم كما راكم تشوفوا خمسي 2 على 5، كما راكم تشوفوا في هذا السؤال دخلي فيها كلمة تتفكك تتشكل إلى آخره. نعم هذه المصطلحات الزوز، تتفكك وتتشكل، لكن تكرهم لك أعرف بلي الأنوية المتفككة، يهضر لي على الأنوية المتفككة اللي هي أن فتحة لي تي. قانون تاع الأنوية المتفككة لازم تكون تعرفه، والأنوية المتفككة أن فتحة لي تي تساوي الأنوية الابتدائية ناقص الأنوية المتبقية. قال لي هو تتفكك خمسي الأنوية الابتدائية، تسمى الأنوية اللي نسمها الأنوية المتفككة 2 على 5، والأنوية الابتدائية 5 على 5، ولي راح يبقاو 5 ونحيو منها 2 تفكو منها 2 يبقاو لي 3، اسمها أنت المتبقية 3 على 5. نعم نعاود نترجم المسألة من تراوج لي مثلا اللي ما فهمش عليا وما استوعبش عليا، نعاود لكم. أوجد المدة الزمنية بالساعات يعني بالآش ساعة التي تتفكك، يعني هنا يهضر لي على الأنوية المتفككة، فيها خمسي الأنوية الابتدائية أن صفر، يعني تتفكك فيها خمسي، يعني الأنوية المتفككة تساوي 2 على 5، والأنوية الابتدائية اللي هي الكاملة خلاه هي 5 على 5، تفكت لي منها 2 على 5. أنا كيف عرفت؟ لأنه قال لي خمسي تفكك فيها خمسي، مادام قال لي تفكك فيها خمسي يعني الأنوية المتفككة 2 على 5، الأنوية الابتدائية بطبيعة الحال راح تكون 5 على 5. نعم عندك 5000 صرفتي منها 2000 فرنك، راح يبقاو لك 3000 بطبيعة الحال. تسمى الأنوية اللي هو قال لك تفكتي صرفتي منهم 2000 يعني 2 على 5 تفكت لي، هي في الأصل قدها كان عندك الابتدائية، تسمى راح تكون عندك 5000 وراح يتبقاو لك بطبيعة الحال 3000. تسمى الأنوية المتفككة راح تكون 2 على 5، الأنوية الابتدائية الكاملة 5 على 5 عفوا الأنوية المتبقية 3 على 5. نعم دركا نروحو كالعادة قال لي احسب لي المدة الزمنية يعني نوجدو له تي، وهو في المسألة هضر لي على الآن الأنوية، وبالتالي كذلك كيما المسألة هذه نخلو بقانون التناقص الإشعاعي ولكن تختلف في أشياء. نعم كتبت قانون التناقص الإشعاعي اللي هو أن لي تي تساوي أن صفر في أسية ناقص لندا في تي، اللي بيه راح نلقى تي اللي هو المدة الزمنية بهذا القانون، لأنه حسب التمرين قاعد يحكي لي عفوا على الأنوية، وبالتالي راح نخدم هذا القانون. ومن بعد أنا وش عندي الأن لي تي فيها 3 على 5 من الأنوية الابتدائية، تبقات لي 3 على 5 الأنوية الابتدائية، يعني من 5 على 5 قعدوا لي 3 على 5، بما أن المتفككة 2 على 5 الابتدائية راح تكون بطبيعة الحال 5 على 5، راح تكون المتبقية كذلك بطبيعة الحال 3 على 5، وبالتالي راح نقول أن لي تي تساوي 3 على 5 من أن صفر، يعني المتبقية 3 على 5 من الابتدائية، يعني 3 على 5 من 5 على 5. هكا نترجمها لكم بالأرقام باش تفهموا أكثر، يعني أن لي تي راح تساوي لي 3 على 5 من أن صفر. نظن واضح وسهل جدا، فقط تركيز، وتركيز كذلك مع الكلام. ما قال ليش خمس، قال لي خمسي، كون قال لي خمس راح نقول 1 على 5، قال لي خمسي يعني 2 على 5، ركزوا مليح. نعم نفس الشيء راح نعوض أنا هذه 3 على 5 أن صفر في المعادلة الأولى، 3 على 5 ان صفر تساوي لي ان صفر في أسية ناقص لندا في تي، تروح الان صفر مع الان صفر تقعد لي 3 على 5 في أسية ناقص لندا في تي، ندخلوا الالان، الان 3 على 5 تساوي لي ناقص لندا في تي، نرجع تي للطرف الثاني وراح تكون لي الان 3 على 5 على ناقص لندا، ونعوضوا بالقيم ونخرجوا النتيجة.
نعم، الان 3 على 5 تحسبوها بالآلة الحاسبة. نعم، وكذلك لندا عطاها لي، خرجت لي نتيجة كي حسبت النهائية 8.79 في 10 قوة 6 سكوند. نحولها هو قليب الجور، انا نكون مرك عفوا قليب الساعات، وينية اوجد المدة الزمنية بالساعات. نعم، في الاولى قليب الجور، الثانية قليب الساعات، نحول انا للساعات تساوي من الثانية للساعة في 60، كي كانت من الساعة الثانية في 60 في 60، يعني من الساعة الثانية في 3600. كي نديرو العملية العكسية من الثانية للساعة نقسمو على 3600، تسمى 8.79 في 10 قوة 6 على 60 في 60 تساوي لي، خرجت لي انا 2441.66 ساعة. وهذه النتيجة. راح ندير لكم نظرة على الملخص. ان شاء الله تكون استوعبتيه. طبعا انا نشرح لكم، اكيد يعني شفت هذا الكأس كم هو كيوت وجميل. نعم باندا، نعم. اذا اعزائي الطلبه راح تلقاو ان شاء الله هذا الحل تاع التمرين والتمرين بحد ذاته، تلقاوهم في الانستغرام تاعي باك تي في 2021. ابونيو لي عليه وبارطاجيوه لكامل اصدقائكم وزملائكم، اشتركوا في قناتي بضغط على زر السبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد نزله لكم ان شاء الله. وراح اكيد المره الجايه حنكون هنا نبداو في الطاقه اوليبيري المحرره وندخلوا في القوانين والحصيله الطاقويه، نديروا ان شاء الله مكسبات القباليه، كذلك نديرو ملخصات وقوانين مهمة جدا، يعني نديرو الدرس وبعد نبداو بالتطبيقات، وإن شاء الله راح نستوعبو أكثر هذه الوحدة الثانية وراح نلحقو للوحدات الأخرى كذلك. الوقت مازال، فقط اسعوا ومارسوا. إذا كنتم أنتم سبقتوني في المدرسة هذه حاجة لكم مليحة، تبقاو تراجعوا معاي. إذا كنتم مازلتو كمان حاجة لكم مليحة، تبقاو متبعيني. نعم، ما تنساوش ديروا لي جيم على هذا الفيديو، تبارطاجيوه لكامل زملائكم يعني اصدقائكم اللي في البكالوريا، كومونتيو لي في اخر الفيديو تخليو بصمه ليكم. اعزائي ان شاء الله نوعدكم بمفاجاه جد رائعه كي نوصل للرقم معين قربت بزاف عليه، لذلك نتمنى كذلك يعني تشجعوني اكثر واكثر. مني لكم اكبر تحيه، نقول لكم سلام، شوفوني في الفيديو القادم ان شاء الله.